السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. أتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. على هذا الفيديو بعد انتظار طويل، خبر هام ومفرح بالنسبة لمتدربي التكوين المهني. بلاغ صحفي: صف المنح الدراسية لفائدة متدربي التكوين المهني. تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التكوين المهني إلى عين كافة المتدربات والمتدربين الممنوحين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني سواء مستوى التقني المتخصص والمستوى التقني برسم موسم التكوين 2020-2021 أنه سيتم صرف الشطرين الأول والثاني من المنح الدراسية. بالنسبة للشطرين سيتم صرفهم في آن واحد، يعني الشطر الأول والشطر الثاني بعد انتظار هذه المدة كلها. على ابتداء من اليوم الخميس 15 أبريل 2021، يعني ابتداء من غدا إن شاء الله. بالنسبة لصرف المنح سيكون عبر دفعات، يعني اللي ما غادي يوجد المنحة دازتو غدا إن شاء الله، يمكن دوز يوم غد أو بعد غد إن شاء الله. وتهيب الوزارة بالمتدربين الممنوحين الجدد المسجلين بالسنة الأولى الذين لم يسلموا بعد بيان التعريف البنكي يعني لغيب في مؤسساتهم. على بالنسبة للمسجلين الجدد ديال التكوين المهني اللي مازال ما دفعوش لغيب للمؤسسات اللي كيدرسوا فيها، الإذاء به في أقرب أجل للمصالح المختصة. على خصهم يديوه للمؤسسة ديالهم في أقرب وقت للمصالح المختصة حتى يتسنى لها صرف منحهم. ولمزيد من المعلومات وجميع المتدربات والمتدربين ممنوحين اتصال بإدارة المؤسسة التي يتابعون دراستهم بها. بالنسبة للممنوحين الجدد اللي مازال ما قدموش لغيب ديالهم للمؤسسات ديالهم، خصهم يديو أقرب وقت على عباش يتصرف المنحة ديالهم. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، ولكن نتمنى التوفيق للجميع. وما تنساوش إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة ديروا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وما تنساوش أيضا ديروا إعجاب بالفيديو إذا أعجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.